الحوزة، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. أول ما بده يفتتح فيه بيتبرك بشو بيتبرك؟ برواية تحف العقول الضعيف السنة، مع أنه في آيات قرآنية تعد أصول في التجارات، أوفوا بالعقود وإلا ما بيبحثها، بصفتها كمقدمة. هذا صار نظام تفكير تقديم السنة على الكفر. بده كثير وقت حتى يرجع يترجم عكسه بالكتب الفقهيه على مستوى فضلا يوصل لمستوى فتاوى. وهذا الشيخ اللي يمكن يخلي الخلاف الحقيقي اليوم بين الفرق الاسلاميه، لان الكل متمسك بالنص وترك المشترك اللي يفترض يفعل اللي هو القران. يعني القران لذلك المشروع اللي تكلمنا فيه الشيخ دور المشتركات، انا ماني عارف ليش الثقافه القرانيه غائبه عن اغلب العلماء صراحة. الشيخ الأنصاري يريد أن يبدأ ويتبرك في كتابه المكاسب اللي هو أهم كتاب درسي عندنا. بماذا يتبرك عزيزي؟ ها؟ برواية تحف العقول، مع أنه لا سند الرواية، لا متن الرواية، لا أول الرواية، لا آخر الرواية، لا وسط الرواية، مضطربة من أولها إلى آخرها. روح أقرأ المحقق. هم لا أخو ابدأ تجارة عن تراض بينك، تراض بينك، وابدأ البيع كذا، أحل الله البيع، ابدأ. هذني آيات قرآنية صريحة مولانا. الجواب لأن الثقافة مو هذه الثقافة، مو ثقافة القرآن. أعزائي ناق اقبلوا هذه الحقيقة، مو فقط في الفقه، في الأخلاق أيضا. أول ما يبدأ لك شنو؟ بالآيات لو بالروايات.